أول مرة هذا القانون، مشروع القانون هذا يرقى إلى مستوى مجلس حكومة ومجلس وزراء، ويرقى إلى قرارات سيادية ومتابعة شخصية وإلحاح شديد من سيد رئيس الجمهورية للارتقاء بمصف منتمي للأسلاك التربية الوطنية وعلى رأسها الأستاذ. الحمد لله رب العالمين على هذا المكسب، والفضل يرجع إلى يعني الله عز وجل، ثم السيد رئيس الجمهورية الذي يلح ويتابع شخصيا هذا الأمر، ولن يرضى إلا بما يرضي الأساتذة ومنتسبي القطاع إن شاء الله.